شايف مباراة مصر والسنغال ازاي؟ طبعا مباراة مهمة جدا لينا ومباراة فاصلة بالنسبة لنا. انا بتمنى طبعا التوفيق من ربنا، لكن انا بقول ان احنا ان شاء الله مستر كروشي يقدر يعمل، انا بقول اهم حاجة كابتن في المباراة الاولانية هنا في القاهرة ان انت ما يحرس فيك اهداف. صحيح، دي اهم حاجة. حتى لو النتيجة طلعت 0-0 مفيش مشكلة. نعم. لكن لو انت استقبلت هدف هنا يعني هتبقى عندك مشكلة كبيرة. صح. وانت هناك. نعم. انا بقول ان احنا قادرين ان شاء الله بالعزيمة وبفرقتنا اللي احنا ما كناش واثقين فيها. وفي امم افريقيا فاجئتنا بتنظيم وباداء رجولي ان احنا ان شاء الله نعمل حاجه كويسه، وعندنا من الافراد واللعيبه كابتن شوبير ان انت تعمل بيهم حاجه كويسه. لكن مهم جدا اللعيبه دي تبقى عندها ثقه في نفسها. احنا اكبر فرقه في افريقيا واخده بطولات. نعم. فلازم تعرف ان انت بتلعب في باسم كبير جدا، فلازم تبقى انت اي حد هيقابلك لازم تبقى بتقابله بمنتهى القوه. صحيح. وانك تلعب على المكسب على طول. ولو اني واخد عهد على نفسي ما اقولش ده دخل ليه وده خرج ليه، لكن شفت عوده قفشه ازاي وشفت مين اللعيب اللي المنتخب كان محتاجه. والله انا شايف ان يعني قفشه لعيب من اللعيبه الكبيره في مصر طبعا. ومش دخوله ولا خروجه اللي هيقلل منه، لكن رجوعه للمنتخب ده شيء مهم جدا. للفرقه مش لقفشه، يعني لمنتخب مصر فرجوعه ده مهم جدا. انا بقول ان انا كنت بتمنى ان رمضان يبقى موجود، بس ده لكن الاصابه طبعا. نعم. انا بقول لكن الاصابه. انا شايف ان دور محمد شريف مهم جدا. مش عشان محمد شريف في النادي الاهلي. نعم. او لكن محمد شريف من اللعيبه اللي تقدر تتحرك كويس جدا. في ال18 عنده سرعه بديهه كبيره جدا، عنده ذكاء كبير جدا. نعم. جوه ال18 فدي حاجه مهمه جدا انه كان يبقى موجود. لكن في الاول وفي الاخر يا كابتن شوبير برضو عشان ما نظلمش اللعيبه ولا هو اختيارات مدير فني. ده صحيح. هو ده صحيح. اللي مسؤول طبعا عن كل حاجه. نعم. ما نقدرش نقول له خد دوت وما تاخدش دوت. انا بنقول احنا من وجهه نظرنا كلنا حاجه، وهو بيفكر في طريقه لعب وشكل لعب ولاعيبه معينه هتنفذ له الكلام اللي هو عايزه. هاخدك في الاسئله السريعه. هذا اللاعب اتمنى عودته للاسماعيلي باي تمن؟ فخر الدين. فخر. متاكد. التجربه الافضل لحمد ابراهيم في مشواره التدريبي كانت؟ يعني افضل تجربه طبعا المقصه. لانها قعدنا فتره كبيره فيها وعملنا فيها نتائج كبيره وطلعنا تاني دوري ورحنا دوري ابطال، فكانت دي اهم. تمسك ايهاب جلال بيا وبالجهاز المعاون سبب فشل مفاوضاته لقياده المنتخب؟ لا، انا بقول بس يا كابتن ان احنا يعني ودي نقطه مهمه جدا. انت لازم انت بتختار لمنتخب مصر مدير فني. نعم. فانت بتدي له كل الادوات اللي هو ينجح بيها. نعم. وده اللي بيحصل مع المدير الفني الاجنبي اللي احنا بنجيبه. نعم. بيختار اللي هو عايزه هو. صحيح. وبنقول له امين. نعم. فاحنا لما نجيب حد مميز زي ايهاب جلال لازم نديله الفرصه انه. نعم. يختار الجهاز بتاعه، مش عشان انا ومش عشان حاجه. لكن كان ايهاب بياخد فرصته باختيار الادوات اللي هتنجحه. اذا صح طبعا. صح. طبعا اللي يحتاجه الاسماعيلي عشان السعيد امجاده هو يعني انا بقول ان هي بس الروح نفسها او الاحساس بالمكان اللي انت موجود فيه. لازم تبقى انت حاسس ان انت في النادي الاسماعيلي. نعم. بيراميدز بطل الدوري العام هذا الموسم، صح ولا غلط؟ والله انا شايف منافسه كبيره جدا. يعني ما لسه الدوري يا كابتن برده ما اتحسمش. النادي الاهلي شغال بشكل كويس، وبيراميدز والزمالك جاي من برده بشكل، لكن هيظل ان بيراميدز من اهم الفرق في الدوري ومع الكابتن ايهاب شكل مختلف السنه دي. كنت حاطين عليكم على بطوله الدوري اول ما اشتغلت طبعا مع كل كابتن في كل البطولات. انت عارف احنا بنشتغل فيها ان شاء الله ربنا يوفق الكابتن ايهاب طبعا في في افريقيا وكده. لكن هي منافسه صعبه في الدوري يا كابتن. المرشح الاول للفوز بدوري ابطال افريقيا هو يعني ما دوري ابطال افريقيا؟ انا بقول النادي الاهلي طبعا. النادي الاهلي طبعا ما زال من طبعًا وجهه نظرك طبعا. الفريق الاقرب للتتويج بكاس الكونفدراليه؟ بيراميدز. طبعا. المدرب الاكثر اقناعا في الدوري حتى الان هو؟ انا مش هقدر اقول طبعا يعني. نعم. انا بالنسبه لي ايهاب. هنشيل ايهاب جلال. بالنسبه لي ايهاب جلال. هنشيل ايهاب. لكن انا بقول الناس شغاله بشكل كويس جدا يعني. انا مبسوط جدا من احمد سامي. عامل حاجات كويسه جدا. يعني خلاص نكتفي بأحمد يعني سامي. احمد سامي عامل حاجات كويسه. احسن ظهير ايمن في مصر دلوقتي هو؟ والله احسن ظهير ايمن برضو ليها كذا حاجه كابتن شوبير. لان يعني لان انا شايف عمر كمان لعب واحد شغال بشكل. نعم. مميز جدا. عمر جابر في بيراميدز شغال بشكل. نعم. شايف ان محمد هاني انا بقول طبعا. نعم. طبعا. نعم. محمد هاني لازم لو خد فرصه وخد ثقه يا كابتن. نعم. محمد هاني بيأدي بشكل كويس. يعني انا شايف ان دول معظم الناس اللي هي موجوده عندنا في الاسماعيلي. عصام صبحي شغال بشكل كويس جدا. جدا يا كابتن، من اللعيبه كويسه قوي. فانا شايف ان في ناس كتير يعني.
بتمنى لك كل توفيق، نورتني وشرفتني يا كابتن حمد. ده انا مبسوط جدا يا كابتن شوبير معاك، وانا دايما بتنور بيك كابتن والله.